يعرف معهد المستشارين الإداريين في بريطانيا مفهوم الأعمال الاستشارية على أنها خدمة يقدمها شخص أو حتى مجموعة من الأشخاص مؤهلين للتوجيه باتخاذ إجراءات محددة في سبيل طبعا التغلب على مشكلة ما، والاستعانة بمتخصص للأخذ برأيه. طبعا هذا موضوع ليس بجديد على عالم الأعمال، لكن يجب على طالب هذه الخدمة أن يختار الأشخاص المناسبين حسب نوع المشكلة. كيف يمكن للأشخاص الاستشاريين أن يروجوا لخبراتهم عبر الإنترنت؟ متى يجب البدء ببيع خدمة الاستشارات؟ هذا ما سنناقشه مع مدرب الأعمال طارق سمارة. صباح الخير لك أستاذ طارق. أهلاً إسراء. أهلاً وسهلا فيك. اللي بشوف في السوشيال ميديا بشكل عام هيك بتصفح بشكل سريع بتحس أنه في كمية مستشارين، في كمية أخصائيين حتى بتخصصات جديدة لا نعرف ما هي الخدمة اللي ممكن أنه يقدمها. صح. مقابل لما أنت تكون بحاجة لهذا الشخص ما بتعرف أنك تفرق من هو الشخص الذي يستطيع تقديم الخدمة أو لا، فشو يعني من خلال مشاهداتك كيف بتقيم هذا الموضوع؟ هلأ بداية الموضوع فعلا فياته تشويش إلى حد كبير، حتى لما نحكي على الوطن العربي أو الدول العربية تحديدا انتشر هذا الموضوع خصوصا بعد جائحة كورونا، لأنه في كتير ناس خلص اكتشف أنه عندهم خبرات معينة واستشارات ممكن يشاركوها مع الآخرين. هلأ اللي صار التشويش اللي بصير أنه في كتير ناس عم بيشاركوا هاي الخبرات ولكن ما في ضوابط معينة أو أشياء أنا أتيقن أنه هذا هو الشخص المناسب إلي. هلأ إذا بدنا نختصر الموضوع كيف ممكن نتيقن أنه هذا هو الشخص المناسب، ممكن أعمل عنه سيرش بالإنترنت، قد تظهر بعض النتائج يمكن ما تظهر، وممكن أتأكد إذا عنده اللي بنسميها التستيمونيالز أو آراء العملاء السابقين، هي التغذية الرابعة بشكل أو الفيدباك تبعه التغذية الرابعة، بس مش كلها بتكون أحيانا موجودة، خاصة أنه إحنا بعصر في كثير من الناس حتى اللي كان لهم عمر عم بيشتغلوا ما كان في عندهم هذا الاهتمام بفكرة التعاطي مع الجمهور. صح. بشكل أو بآخر، وطبعا مزبوط. بيختلف باختلاف التخصصات، ولكن عندما نتحدث ببلدان الغرب بشكل عام بتحس أنه في مراحل معينة بيوصل فيها الإنسان، إن كان بعد سنوات خبرة معينة، بعد بورتفوليو معينة أو نتيجة أعمال معينة. بالوطن العربي أنا بدي أخذ مثال إسراء أطبيشات، إذا بدها تيجي إلها سنة سنتين ثلاثة بغض النظر، أنا ممكن أحط على السوشيال ميديا مستشارة في الإعلام. أوكي. مين رح يوقفني؟ مين رح يخليني أقول والله أنت مؤهلة أو غير مؤهلة؟ خصوصاً إنك عندك تكوني كريديبيليتي والكل، وعندي أعمال بقدر أحط ملف طويل عريض. يس. ولكن هل أنا مؤهلة فعلياً أن أكون مستشارة؟ بهاي الحالة التايتل أو المسمى اللي بده ينحط ما رح يكون مستشارة، ممكن تحكي خبيرة في مجال الإعلام. which is كلام صحيح، لأنه مين في شخص أحسن من إسراء طبيشات اللي صلها 4 5 أو 6 سنين في مجال الإعلام أنه يأخذ عنها هذا الدور؟ فبداية قد تكوني خبيرة أو أنه ممكن تكوني مدربة. هلأ كلمة استشارية لأنه في لهم منظمات معينة حتى الواحد يصير أكريديتد ومعتمد من قبل هيئات يعني استشارية، الموضوع منظم خارج حدود أغلب معينة أو بعض التخصصات. وشو التراتبية يعني عشان أوصل لإني أكون مستشارة؟ ما هي التراتبية المهنية اللي بيوصل لها الإنسان؟ بيعتمد على الأغلب على التخصص. يعني هلأ في تخصصات لابد أنه الواحد يكون في له شهادات معينة، مثل مثلا المحاسبة، الطب، المحاماة. هلأ بعض الأشياء زي أنا مثلا بصريح العبارة، أنا مش مخلص تسويق إلكتروني أو كذا، أنا اللي دارسه محاسبة، بس الباشن والشغف تبعي من 2004 هي نفس الأمور اللي بنحكي عنها، إنترنت، تسويق إلكتروني، تجارة إلكترونية. فعلى مدار هاي السنين خلص الخبرة بتتشبع في الواحد، فأنا صرت أنه حتى لو ما عندي شهادة يعني مميز بهذا الموضوع، بس الخبرة بتلعب دور وصار في عندنا نتائج للعملاء اللي بيشتغلوا معنا، وخلص صار الموضوع يعني word of mouth أو الناس بيحكوا عن فلان أنه هذا ممكن يساعدك. يعني من الواضح أنه طريقة التسويق من شخص لآخر لما بدهم يجوا يشيروا لهذا الشخص أنه هاي التعاون معه كان جيد ومثمر، فهذا أكثر شيء ممكن أنه يساعد في التعرف عليه على أنه هو خبير أو مستشار في موضوع معين. ولكن متى يصبح هذا الموضوع منتج؟ بمعنى أنه فكرة أن تكون استشاري هو منتج من الممكن أن تقدمه أو تعرضه أو تسوقه. صح. وهل هو فعلياً مسموح أو متعارف عليه أن تسوق تمام. نفسك هذا السؤال عن جد جداً رائع. هلأ خلينا نأخذ مثال حي من هون، يعني حضرتك أو أنا أو أي حدا مثلاً من المصورين حالياً إحنا بوظيفتنا
ممكن يكون عندنا شيء اسمه باسيف انكم حاليا شغال، اللي هو دخل صامت او دخل ساكن. يعني ممكن مثلا مثال التصوير، واحد صار له 10 سنين في هاي المهنه، ممكن يعمل اونلاين كورس او برنامج تدريبي على الانترنت يعلم الاشخاص اللي ما بيعرفوا ولا شيء عن تصوير الاستديوهات وقنوات التلفزيون، يعلمهم الاساسيات. وممكن تكون في اعلانات مدفوعه شغاله ما وراء الكواليس، هو لايف شغال هون بوظيفته اثناء اوقات عمله، وفي اعلانات عم تشتغل انه فلان الفلاني ممكن يعلمك كيف تحترف التصوير داخل الاستوديو اونلاين كورس، وبنباع بيكون حاطه باي سعر. فممكن هيك صار عنده برودكت اخر، لانه احنا هذا العصر حتى من قبل كورونا لازم الواحد يكون عنده عدة مصادر دخل، ما بصير أنا أعتمد فقط على وظيفة واحدة. أو تستفيد من خبرتك بشكل أو بآخر، غير عن التشغيل وغير عن الموضوع العملي. عن الخبرة. اللي هي نقل التجربة بشكل أو بآخر. صح، مشاركة المعرفة والخبرة ويفضل أونلاين. جميل، يعني خلينا نقول إنه موضوع الإنترنت فتح أبواب وأفاق جديدة لكثير من التخصصات. صح. إنهم ينقلوا هاي التجربة وهاي الخبرة. وأكيد بدها إطار منظم. صح. بشكل أو بآخر. طيب خلينا نبلش من فكرة إنه كيف من الممكن أن يسوق الشخص نفسه عبر الإنترنت؟ وهل تختلف الخدمة المقدمة إن كانت أونلاين عن إنها تكون على أرض الواقع؟ تمام، بالنسبة للتسويق في عنا هنا مث أو معلومة مغلوطة، إنه لازم أنا حتى أعمل أي شيء على الإنترنت لازم أبدأ أدفع للإعلانات، وهذا إشي جدا غلط. في إشي اسمه أورجانيك ماركتينج أو التسويق العضوي، اللي هو بيسكلي التسويق من خلال المحتوى. يعني مثلا حضرتك من خلال الفولورز اللي عندك على إنستغرام أو متابعين فيسبوك أو حتى يوتيوب، أنت أنا بعرف ما عمرك عملتي إنه مين حاب أعطيه استشارات إنه كيف تأخذ الخطوات الأولى تصير مذيعة أو متخصصة بالإعلام. ولكن تخيل اليوم لو عملتي ستوري، مش عفوا بيعية، أنه حاب أعمل قعدة أو ويركشوب هيك أنا وصبايا مثلا، أنه نحكي عن الإعلام، راح تلاقي مليون واحدة انترستد أنه يسمعوا هذا الحكي من نفس إسراء طبيشات. فهذا بيكون أول الطريق. أغلب الناس بيفكروا أنه أنا إذا بضل أعمل محتوى على السوشيال ميديا مثلا بمجال الخبز، بمجال التصوير، بمجال المحاسبة، يعني التسويق المباشر بقلل من قيمة المنتج؟ نو نو، الفكرة أنه نعملها بطريقة أنه 90-10 90% أنا بضل أحط فاليو ومعلومات قيمة ومحتوى قيم 90%، و10% لازم أنا أطلع أو أكتب أنه يا جماعة أنا في عندي منتج أو خدمة أو برنامج تدريبي أو استشارات للبيع، اللي مهتم يتواصل معي أو يضغط على اللينك إذا كان عندي ويب سايت أو إلى آخره. بس لازم التلقين، لأنه خصوصا في عالمنا الحالي الناس كلها مش ضايعة بس overwhelmed، مشتتين في فلان وفي علان وفي كذا. إذا أنا ما بينت لهم بصريح العبارة أنه في عندي سيرفيس إلها مقابل مادي، ما حدا رح يعرف، رح يفكروني أنه بس والله هذا فلان الفلاني بس بيقدم محتوى جيد. بس كيف طريقة أنه أنت بدك تربط قيمة معينة؟ يعني بالنهاية هاي قيمة أنت اشتغلت عليها على سنين. صح. ممكن تكون هي مش مكتوبة وغير مقيمة بشكل أو بآخر. مزبوط. أنت ما بدك تبخس بهاي المعلومة وبهاي القيمة، في عندك منافسة بالسوق احيانا لانه. صح. الكم كمان بيلعب دور. يس. انت بدك تبلش انك تعمل لنفسك اسم. صح. فعلى اي اساس بدك تقيم؟ وفي ناس يعني هيك على الهامش بيقولوا دائما اللي ببلش بقيمه معينه او زي ما بيقولوا اقل من ستك. سعره هي ويل بي ستك. صح. او خلينا نقول رح يتأذب او رح يتقيد بهاي القيمه. يس. وصعب انه يعمل بعديها فجوه او قفزه على الاسعار. واحيانا ممكن في ناس كثير بصيروا يفكروا انه لانها الاسعار ممكن تكون زهيده او بسيطه معناته هالخدمه مش هل بيربطوا القيمه الماديه بالقيمه المعنويه. صحيح. هلا ببلد زي الاردن للاسف احنا بنشتغل على المنافسه بطريقه جدا خاطئه. لنفرض انا اعلامي وحضرتك اعلاميه، اذا انا بدي افكر انافس اسراء طبيشات انه انت احنا اثنين بنقدم استشارات في الاعلام. فانا ايش اذا بدي انافسك؟ بنزل اسعاري عنك. وهذا قمه الغلط. انا عن جد اذا بدي انافسك ممكن اعمل دبل او تريبل البرايس او السعر اللي انت حاطيته 100%. اذا انا بدي انافس اي شخص، طبعا مش في كل التخصصات، ما عم نحكي عن الكاسة مي أو أشياء ثمنها معروف، لا، بالاستشارات وبعض التخصصات الأخرى ممكن ننافس برفع السعر. فهيك زي ما تفضلتي الناس راح يحسوا ضمنيا نوعا ما بما أنه هذا الشخص سعره أعلى،
فإلا ما تكون الفاليو أو الجودة أعلى. طبعا مش بالضرورة بيكون في لها استراتيجيات معينة، أنه لازم يكون عندي في هذيك المرحلة تستيمونيالز، أنه فيدباك من المراجعين أو من العملاء. بدك تشتغل على المحتوى بصورة أكبر عشان يتناسب مع القيمة. بالضبط، ولازم يكون عندي عملاء، لازم يكون عندي شريحة. لا، في شغلة تانية وكتير أنا هاي بعطيها بالاستشارات المجانية، أنه إذا أنا ما عندي ولا عميل ولسه بدي أبلش، لنفرض أنا خبير بعالم اليوتيوب، فاللي بحكي لهم هي اعمل، يعني مثلا إسراء بدها تكبر قناة اليوتيوب تبعها بطريقة مرتبة، فبتتواصل مع هذا الشخص بيعمل لك استشارة مجانية، بس لما يخلص هاي الساعة قد تكون تليفون أو one to one meeting، بطلب منك أنه ممكن إذا استفدتي تعملي لي تستيمونيال سيلفي فيديو، فأنت راح تكوني جدا مبسوطة. أولا ما دفعتي مصاري، فأحب ما عليك إذا فعلا استفدتي تعطيه تستيمونيال لهذا الشخص، أنه والله تعاملت مع الفلان الفلاني وفادني بموضوع اليوتيوب. فهو لما يوصلوا هذا الفيديو راح يكون أسد جدا ضخم، ممكن مش يتباهى بس أنه يعرضوا على السوشيال ميديا أنه شوفوا فلان اشتغلت معي. يعني خلي العائد تبعك في البداية مش عائد مادي بشكل مباشر، عائد بالبداية فيه نوع من التسويق، أنه عن جد أنه أعطي أنشري الفائدة للأشخاص المحتاجينها وخدي فيدباك مقابلها، بعدين شوي شوي to build up على موضوع المادة. جميل. في جزئيتين هلا حاب احكي عنهم سريعا اذا ضل معنا يعني الوقت الكافي. اول جزئيه انه هلا بما انه صار في تخصصات جديده، بنحكي عن الامن السيبراني، بنحكي احيانا عن امور تكنولوجيه جديده اصلا ما فيها خبراء بالشكل الكبير، صح، ما فيها التنافسيه العاليه. فالى اي مدى انا لما اجي احكي مستشار في هذا مثلا موضوع صار له اصلا بالسوق 5 سنين 10 سنين بشكل مباشر، هل فعلا ممكن انه يخليك مستشار لانك تعلم وغيرك لا يعلم عن الموضوع؟ أجل، يمكن مش مستشار، ممكن خبير. التايتل قد يلعب دور، لأنه أنا مرة على إنستغرام I think كنت حاطت مستشار أو استشاري أعمال إنترنت، بس لا يعني إجاني كذا فيدباك من ناس يعني مستشارين أو مدربين وعندهم شهادات وبحترمهم، حكوا لي لا يفضل تكون الكلمة خبير، خبير أقرب. هلأ إمتى بحط كلمة استشاري أو مستشار؟ لازم أتأكد المجال أو التخصص اللي أنا بشتغل فيه هل إله شهادات معينة؟ هل له سياق أو مساق معين أنه لازم أخذ هذا التايتل؟ إذا له لازم أمشي فيه حتى أخذ التايتل الفلاني. جميل. الشغلة الثانية أنه فعلياً كلياتنا مستفيدين من احترام فكرة التراتبية. يعني برأيك إلى أي مدى أنا هذا التدرج بخليني فعلاً أطمن أنه أنا لما أوصل لمرحلة الاستشارية رح أكون بقيمة أعلى؟ قديش ممكن يكون فيها ابتذال أحياناً لك فكرة الألقاب الموجودة، إعطاء الأمور أكبر من حجمها، هذا ممكن يساعد ولا يكون على سلبي؟ للأسف هو له جانبين، سلبي وإيجابي. الجانب السلبي أنه ممكن أجين بعض التخصصات ممكن بس أنا المصاري اللي بدفعها حتى اخذ شهاده معينه قد يكون سعرها 3 4 5000 دولار، انه وانس انه انا دفعت هذا المبلغ باخذ الشهاده، وهذا جانب سلبي انه ما في الامتحانات المعينه او الاكريديتيشن المعينه اللي لازم امر فيه. هلا الجانب الايجابي لا، انه في تخصصات اخرى، المشكله انا ما بعرف اي مساقين او اي تخصصات اللي بالضبط ممكن نمشي فيها، بس انه في بعض التخصصات المساق لا بيكون جدا واضح، وممكن احنا على الانترنت نعمل سيرش انه كيف الواحد او كيف تضمن انه شخص استشاري بمجال معين، ببين لك شو المساق تبعه، او انت حضرتك اذا بدك تصيري استشاريه اعلاميه ميبي او ممكن يكون في هناك مساق معين، والله لازم احصل على الشهاده A B C حتى اوصل للليفل، او حتى مشاركات احيانا بمؤتمرات بمجالات معينه قد بتساعد انه الواحد يحط صح. فعليا طارق سمارة شكرا لوجودك معنا اليوم، مدرب الاعمال اهلا وسهلا فيك، نورت، مصباح الخير.